كل مخلوق يعلم أنه مخلوق وأن هناك خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى إلا على وجه العناد والاستكبار كما حصل من النمرود وفرعون، وإلا فكل واحد منا يعلم أنه مخلوق. ولهذا النمرود عندما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وادعى الألوهية والربوبية، قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.